بدك شاي؟ كلا. بدك شاي؟ شي عكيد ايه؟ أكيد. صور قال لي لا مرتك صور مع احلامي والله زاد البيضه نصف هلا ما بتقوم مع احلامي وهلا رح تعمل حسابك بدي اعبي نصه نصه مشان حالك شي كبايه مشان يا دوب حتى الكبايه ما بتكون مليانه لا بهي لا لا بهي تعملوا حسابكم اليوم رايح تعملوا بريئان شوي بريئ لكم بريئ الله وكيل الله وكيل بدك بريئ لحولك لا لا قال بريئ لكم وبريئ له ما بده جايب كبايه بس ليه ما بعرف لكن صار لونه ما احلى عمي انت ما عم تسمعي عمينه برقبتك لكي هاللون بعقد بس انت ما فهمتي عليه شو قال شو قال لا قال ما قال ليلى قال بريق لنا وبريق لكم لا رعيد بريق لكم وبريق لي انا هيك نعم ما بصدق لانه بدك تشرب شاي فور مي بتشرب شاي مين انت انا اللي بشرب شاي بس بشرب شاي لك شو هذا هذا منو شاي بيبسي منو شاي زوم زيتون لك هذا حطيت لي فيه خل شوية شاي سخنتي بعدين حطيت لي سكر وضفتي لحظة بدي شفت عليه يا حرام بدك تقولي لي عنه هذا شاي بدي شفت عليه بأي نقطة لك يا عمي ما بيعرف يعني بده سكر بقلب الشاي أنا حسب ما أنا بعرف جوز وحافظ يعطيه طيبين هالشاي كثير طيبين بتجيب البريق أنا هي تاني كباية بتجيب البريق بتحطيه على النار فاضي بدون أي شيء حطي فيه فنجان سكر تركيه لطفة صغيرة يلدع السكر لطفة صغيرة يلدع على النار يعني عم تعمل قطر هون؟ لا عم تعمل قطر؟ لطفة صغيرة بلدع السكر تشوط يعني بعدين حطي مي وتركي تا يغلي شوي يعني يسخن بعدين تمشي شاي وحطي وسكري عليه وتركي لحتى يفور بس يفور عفوا منك ربيتك 35 سنة عفوا منك ربيتك بتغير تعمل هيك ما معي خبر ما معي خبر ولا مرته بتعمل هيك من نجري هيك هالعلومه قال اذا كان واحد سكت عن شو اسمه وعده هو رضيان يا الله سكت هلا ما بقى يعرف شغل امك هلا ولا مرته الله يا دنيا ولا مرته الله يا دنيا ما يخسى عليك يا عبد الهادي ما حدا حكى هالكلمه الا انا مضطر اشرب بدي جيبلكم شو بتعرفي ما بتعرفي بس يطلع على الضيعه بس يطلع على الضيعه نطلع عند اصحابنا واحبابنا فوق هونيك لانه خاصه بالشتويه حتى بالصيفيه بيشعلوا حطب ما بتعمل بالشتويه بس يكونوا عاملين مشعلين صوبيت الحطب وحاطين بريق الشاي وبقلب البريق هذا باقي هذا باقي الى يوم ما يبعثون على المقدة او على الحطب يسلم تمي وعلى الصوبيه بيكون في سكر خي معناتها عن جد هي عفوا بس ما حلقت نعدى منهم اذا طلعت لك مره او مرتين بالسنه او بالشهر يلا طيب والله ما بيخبي هون شو بدك يلا شو مرت عمي؟ عمو حبيبتي بقى لحظه ها من بعد امرك بس ها خلص هي مرت عمي ما شاء الله عنا عندها بنت بافريقيا عندها حدا باستراليا عندها حدا متابعين في كل الدول لا بنات اولادها متابعيني بكل انحاء العالم سبحان بكل الله والله العظيم اليوم اتصلت فيني من امريكا والله العظيم ومن استراليا صح. اليوم الصبح بصدق مزبوط بيسلموا عليك كثير 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 حبيبتي والله يا مرت عمي شوفي انا شو قصدي انه هالزمن اللي وصلنا له بتحسي انه العيلة الوحدة تفرطعت اتفرقت تعرفي ليه لايكي بتقولي بالتليفون ولا لايكي لا اليوم من الزمن من لا 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 ليلى اليوم اذا في خطبه كنا نروح ندق الباب ونعزم انا بتذكر هلا الو تفضلي على بكره كذا او رساله مسج تبعتي اياه اليوم في عزا بعيد لعنك كنا ننزل كلياتنا نركض اول العالم نقعد بالصف هلا بنروح لا هلا على التليفون نازل جارة حسنا يا رب يا رب ما حدا يسمع اجري انا نازل باب مفتوح سكرته ليلى تليفون خرب الارض تليفون بعض هلا لكي فرجي شوف الاخ قعد هو اخو كل واحد معه تليفون الاخ قعد هي واختها كل واحد معه تليفون ما تقولي الزمن هو بس هيدي التكنولوجيا هيدي نزعت العالم انت عم تحكي مرت عمي عن الناس الموجودين اكيد انا عم بحكي عن مثلا الناس لبعض بعض شو بدنا كيف الواحد صار ابنه بدوله امه بدوله اكيد بقى اخته بدوله اكيد هو بدوله واولاده بدوله عم بتجي دورك بدك تسافري اولادك الله يخلي لك اياهم يمكن تسافري انت يمكن يسافر زوجك صحيح
هيك هيدا حول الدنيا ليلى. بتحسي انه ما بقى حدا فاضي لحدا، ملموم، ما بقى ملموم مع العيلة مثل ما تفضلتي. العيلة تفرقت صحيح، وهيدا شو بدنا. الله يجمع شمل الكل المحبين. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب، امين. عن جد طيبة هالشكل ليلى، عملتي حضرتك الرز كثير اشتهيتها، وكثير مبينة معك طيبة، وسلم دياتك، وكثير ابدعتي فيها، كثير ابدعتي فيها، كثير عجبتني. هلا انا بطلب منك تعملي حلوه الجبن. الجبن حلوه الجبنه كل العالم بتحبها. هذيك كثير عالم. هذيك المره كنت واقفه عند بيع انا ورورو عم نشتري، قام اجت حدا قلت له انا وصلتك على 4 كيلو حلوه الجبن، بدي ابعتهم على السفر. والله راحي بنت حميتي كانت واقفه. بس بتنتزع ابدا. قلت لها حجي على وين بعتين؟ قلت لها على ابو ظبي. ابو ظبي 10 ساعات بالطياره. انه دغري لازم تسافروا بنفس اليوم. دغري لكاني مصري علي ما لازم ينطروا يا رب. ضبل اياهم، ضبل اياهم، قلت هدول بعتن على السفر. صحيح. حبيبتي جبن كل العالم بتحبها. بس من دون قشطه ليلى. بس بلا قشطه لا قشطه بتنزع. بس لحالها. حلاوه الجبن الطرابلسيه اللي ما بتجي بالفوفه. لا العودي هي بدها تفوت تنتهي مثل ما بدتك انا مع الملوخيه. رح يفهم على البيع؟ اكيد اكيد. طب لنفترض من السوبر ماركت، لنفترض ما في حبيبتي في عارف شو بيعمل يا ليلوشة؟ بيجيب العكاوي. العكاوي تنقع بالمي. شفتي العكاوي اللي تبعت الكعك؟ ايوه. رواق ده جبناها محلت معنا، تنقعيها بالمي من قبل بيوم لتاني يوم. رواق والله فرطت معنا لما ماما بدك كل لتاني يوم. لتاني يوم وبدك تغيري المي. كل ما المي شفتيها قساها مع بكره قسا فيها ملح. ما معنى جبنه حلوه يعني جبنه خاليه من الملح؟ صحيح صح. حلوه اكيد اني في سكر. لا لا يعني ما فيها ملح اكيد. هلا في جبنه فيها سكر؟ ايه في جبنه فيها سكر. اي جبنه فيها سكر؟ في كثير جبنه فيها سكر. لا نحن بنقول حلوه يعني خاليه من الاملاح وخاليه من الحلو. بس حلوه الجبن ما معها سكر؟ بعدين بيحطوا لها قطعه. يعني حلوه الجبن ما معها سكر. هو قصد عم يهز الورد ليش من ريحته. اليوم هيدي حطها لمرت عمي. هيدي عمليه شوفي بدها. بس انا قصدي انه هني ما حيعرف شو يعني جبنه حلوه، شو يعني جبنه شغاله. عشان هيك انا بس بعطيهم الوصفه يا مرت عمي. انا بقول لهم مثلا فيكم بجبنه موتزاريلا، فيكم بجبنه نابلسيه. نابلسيه الكل بيعرفها، الموتزاريلا الكل بيعرفها، والنابلسيه يا مرت عمي اذا حليتيها اذا كانت مالحه حطوها بجوت في مي، غيروا المي كل 3-4 ساعات 5 ساعات، غيروا المي على 4-5 مرات يعني مثل ما قالت رواق الليلة كلها. لتاني يوم بتكون صارت حلوة يعني بتدوقوها ما بقى فيها ملح. احنا هذا قصدنا بالحلوة، مش انه فيها سكر. اكيد اكيد انه ما فيها ملح. اكيد ساعتها بتشطب وتمط. اه انت وضح حتى بس تعملي هالوصفة وضح. لا وضح انا طيب كتير. بس تفرشيها هاي وجبنة عكاوي هي ما اطيبها. وجبنة عكاوي كمان بدون ملح. مالحة بلا ملح بيحطوها بالكعك. العكاوي مالحة ماما. الكعكة الطرابلسية مخلوطة بالجبنة العكاوية بس مالحة. مالحة يعني مالحة. ما بينشال ملح شديد. بتنقع مثل ما قلت اختك. تنقع كل فترة بدك تغير المي. كل فترة بتنام ليلة تانية بتحطها بالبراد أو بتنحط بالبراد. انتبهي الجبنة ما نشتغل فيها حتى الجبنة الشغلة بتنحط بالبراد بتبطل تشتغل. صح. سبحان الله. هاي التركات انا بحب اذكرها مرت عمي. انا بقول لهم بطل تشتغل يعني عن تجربه. انا بقول لهم يعني بطل تمط بطل تمط بطل ابدا. ما بقى تضرب فرب تعمل شقف شقف. أيوة. بس تنحب بالبراد ما تشتغل. بتحطها على المزه وتغطيها بمصفيه او تغطيها بشيشه وتتعب. لو بتقعد عندك 3 ايام بدك تخليها على المزه. انا بقول لهم خلال الفيديو بقول لهم التركات يلي بذكرها خلال الفيديو صدقوني اهم من المكونات ومن الوصفه نفسها. صح اكيد اكيد. يعني احيانا حدا بيقول لي ليلى انا عملت الوصفه بس بتكون في شغلي انا قايلتها خلال الفيديو مثلا ما نطبقتها، بتلاقي انه الوصفه ما طلعت 100% مثل ما انا قدمتها. صح. يعني الملاحظات مثلا انا بكون عم بعمل الشغله بقول لهم هون هي الشغله ضروريه هي لازم تنعمل. اكيد. بوصل لنقط بقول هي الشغله فيكي تعمليها فيكي ما تعمليها. اكيد. تمرق هن يمشوا. صح. على كل خطه انت بتقوليها مزبوط بتنجح معهم الوصفه 100% بتطلع هي ذاتها. ليلى حبيبتي حتى العكاوي ما انا منقوعه بلح ما بتنحط بالبراد. تبي تشتريها من عند البياع بالبراد تفرط. ايوه. بدك تجيبيها على البيت تعمليها للحلو بدك تخليها برات البراد. اكيد 100%. حتى هيدي الجبنه المشلله ليه؟ مشلله نحن بنقول لها حلو. لا ليكي المجدله
والشلل وهذيك نفس العيلة. نفس العيلة وحدها. اها. يعني نفس الأم والبي. مظبوط. يلي بيستعملوه أهلنا بحلب مشان المامونية. نفس المشلل اللي بحطوه بزينوا فيها المامونية. هاي إذا حليتوها كمان بتعمل خيطان وفيكم تعملوا منها حلاوة الرز. هلا أنا حلاوة الرز قلت لهم، أنا قلت لهم حلاوة الرز الأصلية الأصلية هي بالرز مش ببودرة الرز. صح. أنا عملتها ببودرة الرز لسهل عليكم، يعني لحتى لو بنت فايتة على المطبخ أول مرة بدها تعملها حتنجح معها، بس هي إجمالا بتنعمل يعني هي أصولها بحبوب الرز العادية، الرز المصري. الرز المصري بتعمل سهل على الرز المصري. الرز المصري بدها تحريك بدها مستمر بدها رجال مثل إيديك ما شاء الله عليك تحرك ما فيها مرتب. بياخذ وقت. بياخذ وقت أكيد. نفس الطعمة. نفس الطعمة. عن جد نفس الطعمة. بس القوام بيختلف شوي بس نفس الطعمة. إنه الرز حلاوة الرز الطرابلسية بتحس بالرز بتمك. بحبيت الرز. ايه هيديك لا بس كطعمه نفس الطعمه. صح. رز وجبنه وهي رز وجبنه يعني كانك عم تعملي رز الحليب برز بودره او برز حلب كيف بيبقى الشكل رز الحليب؟ لا نفس الطعمه بنعمل بالبودره والله لا بنعمل نفس الطعمه بس القوام بس القوام هون غير بتحس فيها رز هيك غير هونيك ما فيها رز. شو بدنا بنضحك على بعضنا لك عبد الهادي بالرز بالحليب بالرز الحليب ما في اطيب منه خلصني. انا بحب الرز اكثر من الحليب المغلي بيعملوه بالرز البودرة. ايه المغلي رز بودرة هذا ما في ما في فوض عليه. بتصدقي يا مرت عمي انا عندي قناعة انه الشغلة ترجع للتعويد. ما هيك اكيد والله يعني هلا تعي مثلا اعملي اكلة منا من ثقافتنا ومنا معودين عليها. ايه تطلعي يعني من قبل ما تدوقيها بتستغربي بتستغربي ويمكن بتحطي عليها احكام انه منا طيبه ما حتعجبني. صح صح. بس سبحان الله يلي معود عليها بيقول لك مظبوط هاي الاكله وبس. ليش الملوخيه بالبقاع بيعملوها شوربه؟ شوربه. انا مره حدا ضيفني ملوخيه طلعت شو هالملوخيه شو قلت له مثل اليخني. ايه اليخني يخني يا عمي انا بدي ملوخيه. هاي ملوخيه يا اخي والله بدي هيك اكل مخيف خبز. انا باكل مخيف بخبز. ايه مظبوط. بطرابلس بيعملوها ناشفه. ايه لا نحن هيك بنعملها. صح. في فرق كثير كبير عن فلسطين. اهلنا فلسطين. اهلنا فلسطين كمان. انا كان بعرف جيره كذا جاره فلسطينيه بتعمل الملوخيه يخني مرقه زوم وجنبنا رز. صحيح. بفرطوها فرق. نحن بنغسلها وبنعصرها هي ويابسه بفرطوها. صح. هون بيعملوها يخني طيبه. طيب قولي لهم عملوا خيتنا بيقولوا لك لا ملوخيتهم اطيب. صح. نحن قولي لنا العكس ملوخيتهم ها مثل ما قلت بنتك حسب عادتك حسب الانسان شو حسب شو معودي. هيدا عادتنا بتقولي ده هيك بنعمل. والله حتى بالاكل الصحي يا جماعه والله يعني ليكو هي قصه الاكل الصحي والهيلثي والحياه الصحيه هي نحن ما كنا نسمعها من قبل. هي نحن بحياتنا بعد ما طلعت السوشيال ميديا وهالقصص العالم تسقفت اكثر صارت تسمع فيه. ففي ناس بتقول لك مثلا انه لا انا ما فيني اكل اكل صحي. انا اذا ما كان الاكل والله مثل ما اللي بتطبخه امي اللي بتطبخ ستي انا ما بتقبل. ما بياكلوا ما بياكلوا. ليش اول مره بس عودوا نفسكم بتصيروا تاكلوا. اول مره لما تزوجنا وليلى قلت لها ليلى اعملي لنا سبيني جي عبيد سبيني ورز قد لنا رز. اه لا ذكرى معينك وكنت شو مشتهي سبانخ يمكن حكي لهم اياها. جاي عبالي كان سبانخ يا امي بشكل منه معقول عبالي اكلت سبانخ. شوف الرياكشن تبع رحت عشاني ورجعت والله العظيم وانا راجع على الطريق عم بحلم بالوقت اللي بدي اوصل فيه تاكل فيه سبانخ واكل فيه سبانخ. خلص صادت نفسك خلص جاي والله فت على البيت حطي لنا سبانخ ليلى حطي سبانخ ليلى عملنا سبانخ ليلى وجايب لي قبل بيوم سبانخات فريش بشهوه جايب لي سبانخات كنت غير شكرا يعني موسمه ما في ريحه سبانخ اكلت ما في طعم سبانخ حس في ريحه ملوخيه بالبيت ما في ريحه سبانخ لا والله سبانخ يعني والله انا شخصني سبانخ ما سبانخ كذا كلالة شو حاطه قال له والله مثل بيعملوا مثل هذا شو عملتي حطيت معه هيك كذا حطيت معه كزبره يا الله سبحان الله في ناس كثير حاطط معه كزبره كزبره وتو في ناس بتحط والله انا بحبها معك كزبره صفر انت حط على المخي صح صح لك سبحان الله على التعبير طلعت يا امي مع السبانخ ما طيبه كانه ملوخيه يتقبر قلبي يا امي تقبط على عند امك لك اخ تعال عند امك شو بدك فيها يا امي تعال عند امك نهرت كثير يلا لا يهرب ليش لا انا جاي على بالك جاي على بالي موطره وجاي على البيت مش شرط
بدي اكل. طب ايه ما خربت الدنيا والله ما بعرف لما انت. انا شو بعرف مين؟ انا بعرف بنطبخ الزبانه. سبحان الله يا امي. كل عمرنا بنعمل زبانه غير توم وكزبره. انا ما بحط توم وكزبره ابدا ابدا ابدا. بتراب معي اخضر. شفت عملت لك اخر مره طعم بتقطع بتختلف كليا 180 درجه مزبوط. يعني مع كزبره هيك. طيب طالع عند امك حبيبه قلبك بتعمل لك على كيفك اكل وحمر قرع بيتك. مش ورا ماشي بدك بكره من عيوني ما احلى هون من عيوني اتفقوا علي. ليلى تعبتي هلا عم يحطوا توم ونعناع يابس للكوسه بندوره اطيب. اكل كوسه بندوره بالبندوره توم ونعناع انا فيها بس ما بعملها بسبب هيدي. ها انا ربيتهم لهلا لهلا كلهم الله يرضى عليهم وعلى اسمهم وعلى اولادهم وعلى نسوانهم. بعمل كوسه بندوره مع الباذنجان بدون توم ونعناع ابدا. بس بسمع عم يحطوا توم ونعناع طيب. طيب طيب انا ما بحب بفزع ما حتى ما ياكلوها. لا والله لك بجوز تكون طيبه وتعطيها يمكن نكهه نكهه شويتين بجوز بس ما بتفرق 180 درجه عن طعمي. تقبل بندوره مع نعناع يابس؟ بندوره مع نعناع يابس؟ وتوم ليش انت بس تعملي سلطه؟ ما طيب رواق خلص البندوره بندوره نيه بندوره مطبوخه زوم بس بلا مطبوخه زوم يا امي ما تخلط بهذا البندوره الخضراء شيء والبندوره المغليه. انا شفت جارتنا عم تقلبها عم تطلع هيك بس عم في شيء عم يسبح. ما شو هيدا شو هيدا شو هيدا شفت كوسيه سالتها شو قالت لي توم ونعنع. ها بس طيب ما بقى انا هلا اذا بعملها ما بياكلوا بيدي في باخي هيدي وهالشيء هذا قلت اياها؟ ما هي شافت في شيء عم يسبح حسيت عم يسبح. امي لا امي لا الاكل مثل ما قالت ليلى شيء عم يتطور الناس عم تقدم عم تعمل اشياء جديده مثل ما تفضلت. ترجع للثقافه هلا نحن على دارنا ما كان في اكل صحي على دارنا نطبخ مثلنا مثل هالعالم صح. شو ما نفس نجتهد نطبخه يعني بلبنان نفسه هلا بتقول لك لا هدي اكل ديري بالك هدي اكل مانا صحيه مثلا او ديري بالي خفيفه هيك ما كان عندهم ما كنا نسمع هيك حكي قبل صح. شو بك يا عبد الهادي هلا بتلاقي كل شيء تغير. والله بابا بص بالاكل الا بعملها مضبوطه 100% السمنه الحموي والنباتي ما بخلى منها. هذيك مره عم يسالوني قلت السمنه قسما بالله السمنه الحموي والنباتي ما بخلى منها. قلت زيت زيتون قال امي 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 امي